لماذا الآن يا أحمد هذه التعديلات على القيادات في الجيش بالسودان وما هي الأسباب؟ نعم يعني هذه التعديلات أولا كما ذكرت القرارات أنها تأتي ضمن التغييرات المعتادة لقيادات الجيش، لكن أيضا أنها تقرأ في سياق تنفيذ الوثيقة الدستورية وما نصت عليه من هيكلة القوات المسلحة. مؤسسة رئاسة الأركان المشتركة هي كانت المؤسسة التي تعمل على قيادة الجيش السوداني وتتحكم في كامل السلطات. الآن هذه القرارات هي تحول كبير جدا في مسألة السلطات، من توزيع السلطات على رئاسة أركان مشتركة إلى هيئة أركان، وإلى توحيد السلطة لتصبح في يد القائد الأعلى للقوات المسلحة. نعم، شكرا جزيلا أحمد العربي مراسل الغد من الخرطوم.